هي محمد تعلم الحمد ثم الشايخ وتلمس من الاخذ عنه ثم تعلم التعليم وتذكر الحديث والصلاه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحه وجميع سنه ضالين امين بالله رب العالمين والصلاه والسلام على نور المسلمين وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم معنا شرح المقدمه لهذا الكتاب سفينة النجاة إلى أن وصلنا عند قوله المصنف وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. نعم. وقلنا السلام معنا الأمان وشرعا في قرب مخدورة ولا إيش؟ وشرعا السلام ماش معنى السلام شرعا قريب كلام جديد هذا كلام جديد ما قد سمعته ولا بتسمعه اليوم ما دام سمعته بالأمس ما بتسمع اليوم ما دام ما سمعته بالأمس ما بتسمعه لكن قد شرحنا إذا راجع انظر ثاني مرة في التسجيل وتسمعه هل سمعته ولا ما سمعته؟ قلنا السلام الأمان من جميع الآفات على سيدنا وتقدم منا من هو السيد؟ من هو السيد؟ من ساد في قومه بيه بالكوفية ولا بالعمامة ساد في قومه بيش؟ بالكوفية ولا كبر العمامة ساد في قومه؟ ساد في قوم ايش؟ عجيب السيد من ساد في قوم طيب حتى الظالم ساد في قوم هذا سيد هذا ظالم سيد ساد في قوم بمال او جاه او علم او الحليم الذي يستفز الغضب او من كثر سواده اي جيشه هذا تكتبون ولا تراجعون يطلع عليكم من السماء كذا وحيا وأنها السيادة تورث عن الآباء والأجداد هذا أبوه سيد ويقع سيده لا ما يقع هكذا لا جده سيد بيكون سيد مثله على سيدنا محمد خاتم النبيين نعم خاتم إيش معنى خاتم خاتم بمعنى آخر كنتم في الخلق وآخرا في البعث وخاتم أي كالختم ومعنى خاتم هو الأفضل خاتم الأنبياء خاتم الأولياء هو أعلى درجة في الولاية خاتم الأولياء خاتم النبوة هو أعلى درجة في النبوة والرسالة خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين محمد الرؤوف الرحيم نعم قال خاتم وعرفنا النبي من هو إنسان ما يكون جني هل يكون نبي أو رسول جني لا ما يكون إلا من الإنس من بني آدم حر ما يكون عبد مملوك يكون حر لا يكون مملوك عبد للنفس ولا يكون عبد للهوى ولا يكون عبد لآدمي ولا يكون عبد للشهوات حر هذا حر أما واحد عبد بطنه لإجابة يروح المطعم بيشتري أكل من الطريق هذا عبد بطنه ما يصلح يكون طالب علم عبد البطن هذا عبد شهوته عبد نومه متى بيقول شيطان تعال شوف الجوال سهر متى بيقول اخر صلاتك متى بيقول اترك اورادك بيتبعه هذا ما هو حر هذا عبد لغير الله هذا يروح يعالج نفسه اول عنده مرض مسكين عاد بيقول سيد عاد وهو عبد لغير الله ما بيكون سيد هذا طول عمره امه ما يكون سيد طول عمر أمه ما يكون سيد ولو عاش 1000 سنة باع هواه باع شهوته لا والله ما يكون سيد إلا بيلبس على الناس بيلبس جبة وعمامة ويخنوا من السادة وهو من الدون والعياذ بالله بيلبس على الناس والولي كذلك ما يكون إلا حر أحد بلغك أنه ولي ما هو حر
ما يكون ولي إلا حر، عبوديته لله، لا تملك نفسه ولا يملك هواه، ما عاد بلغك أنه يكون ولي، ولي ما هو حر، ما يتأتى. الحرية المقابلة حرية عبودية، هذه حرية ليس مملوكا، وحرية أخرى بمعنى لا تملكه نفسه ولا يملك هواه ولا يتبع شهواته. نعم. سليم عن منفر طبعا، سليم عن منفر طبعا، فيه جذام فيه برص، سليم. نعم. هذا المراد الحسي. كذلك سليم عن منفر طبعا من الأخلاق الذميمة، ما يكون في نبي ولا رسول أخلاق ذميمة ولا في ولي خلق ذميم. سليم عن منفر طبعا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، منفر هذا الطبع، لا ما يكون هكذا. النبي ما يكون لا في منفر طبعا حسا كالجذام والبرص او الجنون، ولا منفر طبعا معنوي من الاخلاق الذميمه. نعم. وسليم أيضا عن دناءة أب، آباءه وأجداده يكونون ليس فيهم دنو ذو حرفة دنيئة، أو من هو سيرته ما هي طيبة، سليم عن ذلك. ومن هنا تعرف أن آزر الذي ذكر ليس أب لإبراهيم، إنما هو عم إبراهيم، كان قال أبي آزر، ولو كان والده خرج من صلبه بيقول آزر، يقول والده فقط أبوه، قال أبي آزر. فتعرف هنا أنه ليس أبا لإبراهيم، إنما هو عم له. أما أبو إبراهيم فكان من المؤمنين. سليم عندنا أتي أب وخنا أم، أي فحشها، لا تكون أمه ذات فحش أو سمعة ما هي بط، ما هي زينة، سمعة بطالة. أوحي إليه بشرع ألم ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو نبي ورسول. نعم، هو نبي ورسول ألم. أما حمى هذا ما هو منفر طبعا، بخلك الجذام كالبرص، هذا الناس يفزعون يخافون، لا يبتعدون من صاحب هذا العلة. أما الحمى لا، يجوز في حق الأنبياء والرسل، خفيف المرض، حمى، مصدوع، مبطون، ما ليس من المنفر هذا. نعم. ودناءة الأب يكون ذو حرفة دنيئة، ما يصح في حق الأنبياء، لا ما يكون زبال حجام كذلك، لا ما يصح، لا يصلح في حق، لا في حق الأنبياء والمرسلين أن يكون أحد من أبائهم زبالة وحجام أو ذا حرفة دنيئة. وكذلك سليم عن خناء الأم، أي معنى خناءها أي فحشها، زناها أو سمعتها ما هي طيبة أو نحو ذلك، لا لا يستحيل ذلك. نعم. طيب ايش بعد؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبي. نعم. فعرفنا الصلاة من الله رحمة، من الآدمين، من الملائكة استغفار، ومن الآدمين تضرع ودعاء. نعم. فهيقول صلى الله على سيدنا محمد، أي الصلاة من الله، أي رحم الله سيدنا محمد خاتم النبي. فرحمة من الله مقرونة بالتعظيم للجناب العظيم محمد الرؤوف الرحيم. نعم. فهي مقرونة بالتعظيم، صلى الله على سيدنا، عظم الله سيدنا محمد، فهي مقرونة بالتعظيم، رحم الله سيدنا محمد، عظم الله سيدنا محمد، فقد عظمه الله في الدنيا أعلى ذكره، ألا فقد قرن اسمه باسمه تنبيها على علو مقامه. نعم. وفي الدنيا
بإدامة شرعه، فشرعه مستمر، نسخ جميع الشرائع. فالإسلام يعلو على كل الديانات وعلى كل الشرائع، يعلو ولا يعلى عليها. هذا إعلى، فأعلى ذاته الشريفة في الدنيا، وأعلى دينه الحنيف في الدنيا، وفي الآخرة كذلك أعطاه المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون، يغبطه الأنبياء والمرسلون على ذلك المقام العظيم. أعطاه الشفاعة العظمى، شفعه في أمتي، نعم، وأجزل له المذوبة، وأعطاه وفضله على الأولين والآخرين، وفضله على الملائكة المقربين، وفضله على الأنبياء والمرسلين بالمقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ خلاف عند العلماء. المقام المحمود هي الذي عليه أكثر العلماء، هي الشفاعة العظمى. نعم نعم. فقدمه على جميع الأنبياء والمرسلين، بل وعلى جميع الخلائق أجمعين. نعم. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما في زيادة، في زيادة، في زيادة، يتنقل من كمال إلى كمال، من كمال إلى أكمل، دائما هكذا صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل لحظة أفضل من اللحظة التي قبلها، وكل ساعة أفضل من الساعة التي قبلها، وكل يوم أفضل من اليوم الذي قبله، وكل شهر أفضل من الشهر الذي قبله، وكل عام أفضل من العام الذي قبله، وهكذا ترقي في كل لحظة، ما هو في الأيام وشهور العام، إلا في كل لحظات يترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال إلى أكمل. إذ أن كمالات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى، ما تتناهى أبدا. قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. نعم. ثم أثنى بالصلاة على الآل، صلاة على كل خطبة لا يفجأ فيها تشاهد، والصلاة علي فهي بترة. بترة هذه الخطبة. هذا أحد من الأمراء في الزمن القديم خطب خطبة ولم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسموها الخطبة البتراء. أحد يقال زياد من الأمراء الظلمة في أيام بني أمية، فقال الخطبة البتراء. بتراء ليه؟ ما فيها صلاة على النبي، فهي بتراء مقطوعة لا بركة فيها. فكل خطبة ليس فيها صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي بتراء، أي مقطوعة، أي لا بركة فيها. نعم. ومن تمام الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصلي على الآل. يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال اللهم صل، قل اللهم صل على محمد وآله، فذكر الآل. فلهذا قال تصلي عليه صلاة البتراء. قال يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال صل على محمد بس وتسكت، أنك ما تصلي فيها على الآل، الذي لا يصلي فيها على الآل هذه الصلاة البتراء. نعم نعم. وآله وصحبه أجمعين. هم آل النبي، من هم؟ بنو هاشم بن المطلب آل النبي، والمؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. أما أبو لهب من بني هاشم لكنه ليس من المؤمنين، فليس من آل النبي. نعم. هاشم والمطلب أخوان، ابني عبد مناف، هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف. نعم هذا هو. وقيل آل النبي كل مؤمن. نعم. فكنا من حيث الإيمان ندخل في آل النبي. نعم. أما الإمام الشافعي الذي ذكره أنهم المؤمنون بني هاشم وبن المطلب الذين لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم أوساخ الناس. وقيل في مقام الدعاء كل من هو العاصي، وفي مقام الثناء كل مؤمن تقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. آله وقيل هم خاص أولاد سيدنا الحسن والحسين، هذولا آل بيته، هذولا ذرية. والذرية أعم، يكون من الأولاد ويكون من البنات، الذرية أعم.
ولهذا ورد عن النبي أنه قال آلي كل تقي، كل تقي، فيدخل في آل النبي. نعم نعم، على آله وصحبه. نعم نعم. والصحب جمع ولا ما هو جمع؟ جمع إيش هذا الصحب؟ ما هو جمع، هذا اسم صاحب، اسم جمع. إذا نقص شرط من شروط الجمع قال اسم جمع لصاحب. هذا وعلى آله وصحبه، صحب هذه ما هو جمع، اسم جمع صاحب. هذا اسم جمع صاحب. وما هو من يقول الصحب؟ من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. نعم، اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد مماته. فمن رأى من الأولياء والصالحين في اليقظة رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة، وله فضل عظيم. نعم، لكن ليس من الصحابة. اجتمع في حياته قبل انتقال للرفيق الأعلى في الأرض لا في السماء، كسيدنا عيسى الصحابي، لأنه في الحياة قبل الموت، فهو في الحياة سيدنا عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة في ليلة الإسراء والمعراج قبل الانتقال للرفيق الأعلى. في الأرض في بيت المقدس اجتمع به لا في السماء، فالذي اجتمع به في الأرض لا في السماء في الحياة لا بعد الموت، هذا يقال له صحابي مؤمنا ومات على الإيمان، فذاك الصحابي. ومات على الإيمان شرط لدوام الصحبة. نعم، اجتمع بالنبي محمد ومات على الإيمان. بعضهم قيد كذلك بعد النبوة، وبعضهم قيده بعد الرسالة، فعلى هذا يكون سيدنا ورقة بن نوفل من الصحابة، لأنه آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد النبوة، بعد أن نزل عليه الوحي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل لأنه صحابة بعد النبوة، ومن قال بعد البعثة ما بيكون من الصحابة، له فضل آخر. أما سيدنا عيسى فقد اجتمعت فيه الشروط كلها، اجتماعان في الحياة وفي الأرض وبعد النبوة والرسالة، فهو صحابي. فلهذا قال أنا صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو سيدنا عيسى لأنه نبي ورسول، صح؟ نعم، نبي ورسول. نعم، فالقاعدة أن نقول الصحب هذا اسم جمع، صاحب، وليس هو جمع لصاحب، لأنه إذا نقص حرف أو حذف حرف ما يكون جمع، الجمع لا تحذف منه حروف، وهنا صاحب فين الألف؟ صاحب، إذا نقص حرف، ما دام نقص شرط من شروط الجمع فهو اسم جمع، كما هو القاعدة في النحو هنا. ألم من صاحبك؟ ها؟ من صاحبك؟ من بينك وبينه مداخلة ومواصلة؟ هذا صاحبك، صح؟ بينك وبينه مداخلة مواصلة، هذا صاحب. نعم نعم نعم. والمقصود هنا ليس هذا، فالصاحب هو الذي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، هذا صاحب. أصحاب الإمام الشافعي الذين تبعوه في قواعد مذهبه وأخذوا المذهب باتباعه بقواعد المذهب. نعم، لكن المقصود هنا وصاحب، المقصود به الصحابي، اسم جمع صاحب، وهم الصحابة. وهم الصحابي، من هو الصحابي؟ من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. نعم، عدد الصحابة في حجة الوداع التي كانت آخر الذي ودع فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه كعدد الأنبياء والمرسلين. كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ 124,000. كذلك الصحابة 124,000 الذين كانوا، نعم. وعدد الرسل، عدد أهل بدر كأصحاب جالوت الذين انتصروا على كأصحاب طالوت الذين انتصروا على جالوت، كم؟ 313. نعم، والأولياء كذلك يكون كله على في كل زمان، هذه الأولياء في كل زمان 124,000 ولي في كل زمان،
140 ألف ولي. نعم في كل زمن، كل زمن وتتفاوت مراتبهم. ها نعم نعم طيب ايش بعد؟ نعم وهناك الصحابة كذلك يتفاوتون، أفضلهم المهاجرون الأولون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضلهم الخلفاء الراشدين، أفضلهم من شهد غزوة بدر، أفضلهم من شهد بيعة الرضوان، أفضلهم من شهد غزوة أحد، ثم من أسلم قبل فتح مكة، هذا من أفاضل الصحابة. ومن أسلم بعد الفتح ألا بعدهم في الفضل. نعم نعم يعني قبل نزول جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد هذا من اجتمع به فهو من الصحابة مؤمنا، من اجتمع به قبل ذلك ولو مؤمنا ليس من الصحابة، أما إذا كان كافر لا يكون صحابي أصلا، أو اجتمع ابن محمد لكنه ارتد بعد ذلك فهو صحابي لكن ما لم يمت عالما، خلاص شرط لدوام الصحبة هذا، ليش يصير شرط الصحبة أن يموت على الإيمان شرط لدوام الصحبة، فمن ارتد والعياذ بالله لم تدم له صحبة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة، ثم من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، نعم هؤلاء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم والخلافة وأفضلهم على ذا على في الأفضلية كترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على الترتيب في الخلافة، نعم ويتفاوتون في الأفضلية، لكن هؤلاء المهاجرون والمتقدمون في الإسلام، ثم أهل بدر، نعم فكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعدون من هذا؟ قال أفضل الصحابة أهل بدر، قال كيف تعدون من حضر من الملائكة؟ قال كذلك أفضل الملائكة من شهد بدر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعد من وكذلك من أفضل الصحابة من شهد البدر غزوة بدر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم على كل حال ونص المصنف قال وعلى آله وصحبه، عم الآل بالترضي، ما بتكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا قررت بالفضل لأهل البيت والمحبة لهم، ولا بتكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا ترضيت عن جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دمت تتكلم على أحد أو تسب أحد من الصحابة لا عادك ما وصلت لها ما من أهل السنة والجماعة. فلهذا المصنف قال وعلى آله وصحبه أجمعين، إيش عرب أجمعين؟ تأكيد صح، ما تقول لا على صاحب إلا فلان وإلا فلان، لا قفل الباب أجمعين، لا إلا فلان لا رضي الله عنه، لا لا من شأن خاطر النبي حتى وإن غلط، فلان غلط نعم عرفنا أنه غلطان لكن من شأن خاطر النبي فنترضى عن الجميع الصحابة من محبتنا في النبي، أحببنا كل أصحابه من محبتنا في النبي أحببنا كل أهل بيته، لأننا نعرف أن هذا يفرح النبي، لأن هذا يرضي النبي، لأن النبي هذا تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم؟ فلهذا هنا قال أكد بها أكد بأجمعين أكد بأجمعين، ثم عطف على ذلك وقال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، معنى الحول
القوة. لا حول أي لا قوة على ولا قدرة على معصية الله إلا بالله. ولا حول ولا قوة أي لا تحول، لا حول لا حول أي لا تحول عن معصية الله إلا بالله. ولا قوة أي لا قدرة على طاعة الله إلا بالله العلي العظيم. العلي علي في ذاته، علي في صفاته، علي في أفعاله، عظيم في ذاته، عظيم في أفعاله، عظيم في صفاته سبحانه وتعالى. نعم نعم. وليس المعنى علو أعلى كذا تعالى الله، أن الله يجعل في جهة العلو، لا. من قال أن الله في جهة العلو فقد فسق، ومن قال أن الله في جهة السفل فقد كفر، لأن جهة الإهانة. لا لا، الله لا تحيط به الجهات، لا يمين ولا يسار، لا أمام ولا وراء، لا فوق ولا تحت، لا يحيط به زمان، لا يحيط به مكان. هو خالق الجهات وخالق الزمان وخالق المكان، فأنى يحيط به مكان أو يحيط به زمان سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم نعم، لأن الله من أسمائه القديم، يعني قديم، قدمه لا أول له، قبل الزمان وقبل المكان، قديم سبحانه وتعالى. نعم، فهو موجود في كل زمان وموجود في كل مكان، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. نعم، قال سيدنا الإمام الغزالي يتحدث مع الناس ويحضر مجلسه كثير من الناس، وبعد ذلك فتح باب السؤال، فقام له شخص، فقام له شخص يقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن كل يوم هو في شأن، فيا إمام ما هو شأن ربك الآن؟ فسكت الإمام الغزالي، كان يظن أنه هنية عنده لكل سؤال جواب، تأدب فيتجرع على الجواب، قال لا، العلم ليس تجري، العلم تحري، صح، أما التجري سهل على الجهال، فيتجرع ويجيب خطوة حتى كذب من كوره لأنه جاهل، لكن التحري هو طريق لا العلماء الأبرار، التحري فالتجري والتساهل بالفتوى على الجاهل صحيح، يقول حلال حرام سهل وعادي عنده ما يتأثر ولا شيء، وهو ما هو داري الحكم. فالإمام الغزالي إمام جليل سكت، قال أمهلني أمهلني فأمهل. فمان الأسبوع الثاني الجلسة الثانية خلاص، فبكرة الجلسة، وحاذ طول الأسبوع هو يبحث عن هذا الجواب، ما جاء على جواب، طالع وراجع ما جاء على شيء. فبكرة الجلسة، فزعان الرجاء يسأله في آخر ليلة، رأى الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل الذي سألك، فقالك كل ما حال ربك الآن عندما قال كل يوم في شأن، قل له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقوام ويضع آخرين. فقام النبي الغزالي فرحان برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرحان بالجواب. فثاني يوم حضر الدرس فرح وسرور، همة كبيرة، منتظر الرجال بغى يسأل من الرجال هذا، فقام الرجل هذا فقال يا إمام، قال الله كل يوم في شأن، ما شأن ربك الآن؟ فقال له متيقن من الجواب، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. فقال ذلك الرجل صل على من علمك، اللهم صل عليه. انت فضل امام غزالي، انت فضل كيف ذا؟ مش تعرف ذا؟
صلي على من علمك. عجيب عجيب، يعرف السؤال ويعرف الجواب ويعرف الرؤية حقي. هذا إنسان ما هو فوق فوق، هذا من فوق فوق. هذا قال من أنت؟ قال أنا الخضر أبو العباس. اسمه من؟ بلية بن ملكان. من حفظ الكنية، من حفظ الاسم والكنية واللقب كان من أهل الجنة. أبو العباس الخضر فهو من الصحابة أيضا، من أصحاب النبي محمد. من؟ سيدنا الخضر، لأنه اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة في الأرض بعد النبوة، لأنه من المنظرين. سيدنا الخضر عاد ولا زال على قيد الحياة، وإذا اجتمع به كثير من السلفين الصالحين في اليقظة، ما هو في المنام، في اليقظة. فلهذا عندنا يقين بذلك أنه موجود. وإن ذكر العلماء قولان ثلاثة أقوال، لأننا ما عندنا إلا قول واحد بس، أنه موجود. ما عندنا في المسألة قولين لا ولا ثلاثة أقوال. أما ذلك اللي ما اجتمعوا بسيدنا الخضر عنده في المسألة، المسألة ثلاثة أقوال صح؟ قال العلماء كذا وقال فلان كذا. لا لا، نحن عندنا في المسألة قول واحد والسلام، أنه موجود، لا زال موجود. إن بتجتمعوا في إندونيسيا موجود، إن بتجتمعوا في اليمن موجود، بتجتمعوا في مكة موجود، وقد اجتمع به كثير في التاريخ. وقد قال السلف الصالح أن أول من يخرج من الباب الغربي من مسجد با علوي في يوم الجمعة بعد عصر يوم الجمعة، في صلاة العصر يوم الجمعة، أول من يخرج من ذلك الباب هو الخضر عليه السلام. قد كنا أول ونحن أصغر نجلس عند الباب، الناس يصلون نحن ننتظر تحت. لكن يلبس عليك يخرب في صورة واحدة، هذا لا نعرفه، ده نعم الخضر ده نبيل. أنت صليت العصر بعده اليوم؟ قال لا أنا ما صليت. عجيب، أنا شفته لبس عليك علشان لو ما هو أنا ما بتعرفه إلا إذا خرجت محبة الدنيا من قلبك. إذا خرجت عن العبودية لغير الله، ما دمت عبد النفس والهوى ما بتشوفه لا. ولا بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا في اليقظة ولا في المنام. ما دام في قلبك عبودية لغير الله، عبد نفسك وهواك وعبد شهوتك، كل ما بتقول عبد بطنك، هلا ما تمنعها من شيء ابدا ما شاء الله. حتى بيركب سياره بيسجرها من شان ياكل في المطعم هناك بعيد، او بيركب دراجه، عبد بطن هذا. خلي عبود ذاك لله، راسه يقعد عند الجوال 10 ساعات ما بيتاثر ابدا. لكن لو زاد الدرس عن نصف ساعه او ساعه يتضايق، لانه في قلبه شيطان، القرين حقه متسلط، كل واحد له قرين يلعبه، كل واحد له قرين، هذا له قرين وهذا له، كل واحد له قرين. ومنين الساحر يلعب بهذا ويلعب بهذا؟ السحرة يلعبونك بواسطة القرين، لأنك ما تتحصن، وليس لك ورد من القرآن العظيم، وليس لك ورد من ذكر الرحمن الرحيم، ولا الصلاة على الرؤوف الرحيم. يلعبك القرين بريموت كنترول، فلان الساحر يلعب فلان، فلان ساحر يلعب فلان، يلعبون، والجان يلعبون مع الجان، نسأل الله العافية والسلام. لكن لما تتحصن بالله وتتحصن بمخالفة النفس والهوى، خلاص ما يكون عليك القرين. وإلا لو تسلط عليك القرين يلعب حياتك كلها، يخليه كل حياتك ملعوب بها، نسأل الله العافية والسلام. الله يسرنا بستره الجنة. فماذا معنى؟ لهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وفي رواية كنز من تحت عرش الرحمن. ليه هذا الفضل العظيم؟ ولها فوائد كثيرة. إذا عندك ضيق، إذا عندك مشكلة، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ترفع الهم ويرفع الضيق وتزيل المشاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لما فيها من هذا المعنى، لا حول إلا تحول عن معصية الله، ولا قوة إلا قدرته على طاعة الله إلا بالله العلي العظيم.
نعم. فلا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله العلي، أي إلا بتوفيق من الله. أنا ما أقدر أترك المعصية إلا إذا وفقني ربي ثم، ولا أقدر على فعل الطاعة إلا إذا وفقني ربي لفعل الطاعة. وما هو التوفيق؟ خلق قدرة الطاعة في العبد وضده الخذلان. أيهو خلق قدرة المعصية في العبد، قال هذا خذلان، كما قال سيدنا الإمام الحداد: بتوفيقه صار المطيع يطيع، وفارق بالخذلان كل مفارق. الله يوفقنا وإياكم لطاعة الرحيم الرحمن ولاتباع النبي محمد سيد ولد عدنان، ويجعلنا وإياكم من المقربين عند أحباب الرحمن، ويشرح صدورنا بعلوم القرآن، ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن، ويشرح صدورنا بنور القرآن بحق من أنزل عليه القرآن سيدنا ولانا محمد سيد الأكوان، إنه على ما شاء قدير بجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي من آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.